على بركة الله، شطاري فيكم ياك لباس ياك الخير. الحمد لله ما شاء الله. اصل مرحبا وسهلا واهلا بزواري ومتتبعي قناتي، قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح من بنين. نشكركم قبالة على دعمي وعلى تشجيعكم لي وعلى وفائكم لي. هذا من الروتينات اللي كنعدل اليوم، الروتين اللي كنعدل في حياتي اليومية اللي كطلبهم مني. هذا روتين ديال النهار اللي صبحتهم في العيون، جيت يام السبت في العشية وصبحت اليوم الحد اللي نعدل ياسر من الامور وتابعني ياسر من المسائل. نخليكم مع البرنامج، تابعوني ما تنسوا تشجعوني بتعاليقكم اللي كتهمني وانتقاداتكم وني بكم. خليكم مع الفيديو، تابعوا مجموعة من النصائح والتدابير اللي تفيدكم واللي تنفعكم في ياسر من امور. نعاقب من فطر التركة، فطور العادي كيف تعرفوا صغير باغي ماريا طنطا، قال لي عدلي ماريا طنطا، يعني عدلتها له مزال ماشي يفطر. صافي قعدت هون لهنا دابا ورقه وستيلو وراني نشوف المستلزمات الاوليه اللي خاصه للبيت. ريتها ما يلحق اخر شهر ونشري المونه، غادي نشري دغيا كل الاساسيات الضروريات اللي محتاجتهم، كيف الخضره كيف اللحم كيف داكشي اللي خاص لهذا الاسبوع هذا بين ما يلحق اخر شهر. انا شنو نعدل؟ قلت لي نعدل خرجت تماريني. صافي واخا انت خرجت تمارينك. صافي انا فطرت وكلت خاصني نخرج تماريني، وانت خرجت تمارينك غير ما فطرت، خاصك تفطر ياك ماما. قالت لك شويه صافي تكمل. حسن جدا حسن جدا. اذا صافي عقب من سجلت المسائل اللي خاصني، شفت شخاص في الدار وشريت المسائل اللي ضروريه كي شفتهم. صافي هون اللي نمشي نقيس الصوب نمشي نشري الخضره ونمشي الشيء اللي خاص ونرجع. سابق ما مرق تحجه لي عني ان نقي البيت ونقي الصالون، سابق ما جاني حد اللي علي عقبني حد الدار ولا شيء. هذا فراش شريته ب 150 درهم طفيلات في قليميم، فرشته هون تحت هذا المكيط لانه حساس. راكم عارفين رمضان والتزاماته وعارفين تركب سلامتهم، فرشته خسرت نفرشو هاك بحال هكا منين نعودو اللحنة وحدنا اللي ناكلو فيه ولا نشربو فيه عن ذاك ليزار ولا الصبانة. ومنين يعود جايني حد ولا شي راني نقلعو، ما عندي مشكلة. وبطو في هاد اللون هذا تماشيا مع الألوان اللي كاينة في اللي كاينة في الفراش. ومشو دريك كيف منين مرقت من الرحيبة شريت داكشي خاصني في المستلزمات. وراني جايت الدار ان شاء الله الرحمن الرحيم. منين جيت للسوق اول شيء عدلته بطل الكبده، هذيك الكبده ديال الدجاج اللي شريت واحد نص كيلو مع القلب، وزرت معاها الحامض هي اللي غنديروا الغدا العجله، وحبتين موقتي الموسى والمحنه نخليهم تسلق من السلقه ونرجع لها باش نقطعها ونخلطها على لاصوص. لاصوص شفتي فيه البصله، نعدل فيه البصله ثوم حنا عاد كنتي نعدل. قوام هو هذا الخرقوم البلدي، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، شويه ديال البصله. هنا عندي البصله مجففه درتها اختياري اللي ما عندها بلاش، شويه ديال الملح، شويه ديال الثوم المجفف. اللي عندها الثوم العادي تحكو، انا ما هو عندي وماني صايبه له، جاني الجوع باش نطيب نصوطي هاد البصله. صافي نعدل واحد شويه ديال القزبر مجفف حتى هوايا بات المستان عندي في المجمد، غادي نشحرها بين ما تنسلق هذه من السلقه ونقطعها ونضيفها لها ونقدمها مع الزيتون ونصيها. الدجاج هون قبضته مباشره، وصلت عليه الحامض ودرت له شويه ديال الخل ديال التفاح. ما تنساو هذا الخل ديال التفاح راه زين في التنظيف وزين في التعقيم. عدلت عليه شويه ديال الخل باش يرطبوا ولي نخليه بين ما نسالي مسائلي الثانيه. على اي تفاصيل ديال طريقتي في تنظيف الدجاج راني نطرحها لكم في صندوق وصفات طرحتها معكم. هون عندي الكفته ديال بيبي قبضت شريتها لين عدلها في المجمد لين نقسمها على اثنين. طريقه الحفاظ على الكفته في المجمد وطريقه بحالاش كنعدلها راني نخلي لكم في صندوق الوصف رابط فيديو باش تشوفوا. مباشره عقب من شحرت البصله ونسلقت الكبده نص سلقه، كيف لكم هذه الطريقه هذه كتحيد منها الزفوريه ديال اللي كتكون في الكبده، وفي نفس الوقت هذاك العروق ديال الدم اللي كيكون وسط الكبده كتقلعيهم بسهوله وكتقطع بسهوله. صافي لي نديرها هون نعدلها تشحر شوي بالعجله كطيب ونقدمها بالصحه والراحه. وجدت الغداء للتركة وطرحته لهم وقدمت لكم هون بهذه الطريقه هذه. نتمنى تعجبكم.
كيف كنقول لكم دائما الجود بالموجود، ودائما كنقدم مسائل بسيطه بطريقه زينه. ما تنساو على ان الكبده صحيه ديال الدجاج، كبده الدجاج صحيه وما كتخلي فقر الدم. هذه خذوها من عندي نصيحه، وجربوها بالنسبه للطفيلات اللي كيعانوا، اشخاص اللي كيعانوا من فقر الدم، سواء كان طفل من عامين الفوق، سواء كان شخص كبير او صغير، فهي مفيده جدا لفقر الدم. بين الخضر اللي جبت معايا، جبت معايا الطوماط صغير، كنعدل به هذاك الصوص ديال الطوماط اللي كنعدلو كيعود جاهز، كنعدلوه مع البيتزا ولا كنعدلوه مع لي بات سباغيتي الى غير ذلك. بغيت نوجدو نحضرو منزلي هذيك الصوص، داك الصوص اللي كنعاد لكم مره مره كيكون كنشوفو كيكون سائل، ما هو مطيشة العيش ديك اللي خافره. هذا داك الصوص اللي كنخدمو به في البيتزات وفي المملحات الى غير ذلك. انا غنعدلوهم في الدار. عاد قبضتهم 2 كيلو ديال الطوماط صغير، غسلتها ونشفتها طبعا، خليتها بحالتها. عدلت فيها واحد جوج او ورقتين من سيدنا موسى ورق الغار. نعدل معاها الملح القياس اللي بغيتو على حساب كل سيده. ممكن ما تضيفي الملح الا ما عندك، بعد عندك مشكل مع الملح ما تضيفيه. ده نضيف معاها واحد معلقه صغيره او راس معلقه صغيره ديال البودره ديال الزعتر الزوكني غبره، ولا نضيف معاها شويه من الثوم المجفف. اللي ما عندها الثوم المجفف تعدل واحد جوج ضروس ديال الثوم ولا ثلاثه. هذو مسائل التنسيم فقط. يعني نعدل واحد المعلقه صغيره ديال البصله مجففه. اللي ما عندها البصله مجففه ممكن تستغنى عنها وتعدل واحد الطرف ديال البصله. اللي ما بغات تعدل فيها نسمه البصله، كاين من الناس اللي ما كيبغوا البصله، صافي نعدل معها هذه المعلقه هذه باش تنسمها لي. ونقفل عليها الكوكوت ونقص عليها دون اضافه ماء، ونقص عليها ونخليها حتى تطيب ونطحنها ونوجدها. المهم اللي نعدلها في طنجره الضغط دون اضافه ماء، ولا هنا نقص عليها النار قباله ونخليها طيب على خاطرها وتطلص معها الراسه. كي شفتوها راني درتها على اثنين، ولينا نقفل عليها طنجره الضغط ونخليها ونعدلها الصفار ونخليها واحد تقريبا نص ساعه ونرجع لها. صافي نطحنها بهذه الطحانه هذه، ممكن تطحنيها في الطحانه ديال العصير اللي كطحني فيها العصير هذه. ممكن حتى الا ما عندك تدوزيها في هذيك الطحانه اليدويه اللي كنطحنوا فيها الكبسه ديال السردين. يعني اي ماكينه عندك ممكن تطحني فيها هذا وتصفيها وتحطيها هكذا صوص واجد. هون عدلت الحرشه شي على حساب العقبيه. يلا لي نعدلها طيب، وفي نفس الوقت مرقت البيض باش نعدل جوج كيكات ديال الاسبوع ديال التركه باش نتهنى منهم على حساب الوقت ما هو عندي. هي عدلتها ونقرصتها عدلتها طيب. نخليها هون بالنسبه لحد اللي قاعده في الكراج نخلط مسائل سيلو بما انهم مباده وموجوده. نخلط هنا المسائل اللي كنت طحنت سابقا، واللي نخلط معاهم الدقيق اللي كنت حمر مصحف حرشه هي كطيب سابقا. في ناقص عليها انا هنا النار شوي، بغيتها باش تطيب على خاطرها لاني ماني صايبه كنعدل ياسر منها، مره مره كندورها كيفها باش يطيبوا زريانه. صافي طابت الحرشه هون، حطيتها للتركي يتعقبوا بها، لين تعقبوا بها وشي الكيكات الثانيه اللي نقومهم. هون قعدت كنخلص المسائل اللي كنت عدلت ديال السليلو. هون غربلت هذاك الدي اللي كان عندي اصلا معدل، صافي ولي نزيدو على هذا باش نخلص ليه ونحيدو عني. حدي نحاني الزيت يطيب هو والزبدة باش نخلط بهم السليلو اللي جمعت. صافي هون قبضتها وكيكة عاقبني بردو، غطيتهم بالسلوفان كي شفتهم هما هادو. صافي ولي نعدلهم في الثلاجة على حساب استعمال اليوم واحد ثلاثة ايام. نتهنى من الكيك لاني ماني صايبة، وواحلة في الشغلة وواحلة في ياسر من المسائل. صافي هون تعشيت بحسن تشيشة، عشيت التركة شاور قدو وكملت انا المهام ديالي، جمعت المسائل كان جمعت الماعين جمعت المسائل. صافي ومشيت رقدت نستراح لاني يعني عيانة، وتابعني عمل غدا بكري وتابعني ياسر من الاشغال.
واني لكم هذه هي الحلقه ديالنا والروتين ديالي ديال اليوم. نتمنى الحلقه تعود نالت اعجابكم، واني بكم راني نبغيكم ونحترمكم قبال قبال. الى اللقاء.